المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. حاجة يعني يمكن نعد كده، يا ترى كام ملاك راح بشر مريم بعيسى؟ خمالك أهلا بك أخت فرحة. كام ملاك بشر مريم بعيسى؟ هذا السؤال تخبط فيه المفسرون أنفسهم، لأن النص القرآني متضارب. في سورة آل عمران الآية 45 يقول، ماذا يقول القرآن؟ يقول إذا قالت الملائكة يا مريم أن الله يبشرك. الملائكة تقول يا مريم أن الله يبشرك، إذن مجموعة من الملائكة على الأقل ثلاثة إذن تذهب إلى مريم وتبشرها. في مكان آخر من سورة مريم، ماذا نقرأ في سورة مريم الآية 17-19؟ بعد ما يتحدث فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا، روحنا بمعنى ملاك واحد أو شخصية واحدة، قال أنا ما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. إذن جاءت البشارة في المرة الثانية من خلال ملاك واحد أو روح واحدة أو كائن واحد. يقول المفسرون طبعا أنه جبريل، ولكن لاحظنا القرآن لا يعرف أو لا يعرف بدقة من كتب القرآن، كم عدد من بشر مريم، يعني من قدم لمريم البشارة. المفسرون حلوها ازاي؟ يعني المفسرون مرتبكون، بعض قال أن بعض على سبيل المثال مثل الرازي يقول ان الملائكة كناية عن ملاك واحد هو جبرائيل، كناية ازاي؟ فهذا الموضوع حتى وفي مكان اخر نقرا قالوا، يعلق الرازي، المراد بالملائكة هنا جبرائيل وحده، لان الموضوع اني نوع من الكناية، ولكن الرازي نفسه واضح غير متأكد، لأنه وقالوا هو قبل هذا الموضوع، لكن كان واضح أنه عنده شك في هذه القناعة، ولكن ما كان عنده خيار غير أن يقبل هذا التفسير. ما يقدرش، نعم، ما يقدرش يقول حاجة تانية. طب أنا بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، هو ملاك واحد ولا ملايكة؟ ما حددوا القرآن في سورة واحدة بيتلخبط ما بين ملاك واحد، هي دي محتاجة عد يعني؟ يا ملاك يا ملايكة، اختار لكم خيرة، ولا في اختلاف كتير فيبقى مش من عند الله. نراكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.